السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الله يسلمكم هايمر 4x4 مرسيدس جراند كانيون اس. مع مظلة خارجية. من الداخل طبعا تتسع لأربع أشخاص. طاولة الطعام، الكراسي تلف، المطبخ طبعا، طباخة، شعلتين، والمغسلة تتحرك، سرير في الخلف لشخصين، دورة المياه مع المسبح، أيضا في سرير في السقف، ينفتح السقف ويصير في سرير.